المملكة العربية السعودية وميادينها في كل مكان. يا سلام يا سلام، إذا الخطورة من الذهيبة في هذه اللحظات، وأيضا العنود عادت العنود لتطحن المعركة. يا سلام، إذا المعزة مشاهدينا الأعزاء، وابن جبرين يختطف ناموس أول أشواط الثنايا. تهانينا لأبناء المملكة، تهانينا لسليمان بن جبرين، تهانينا مشاهدينا الأعزاء لرشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين على هذا الفوز. سلام المملكة، سلام 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 معزة، سلام لحظات الوصول، تهانينا وناموس المركز الثاني بديعة. حسن بن حمد بن راشد النعيمي المركز الثالث. على خط النهاية، ضيف على خط النهاية، في رصيده سيارة سيارة سيارة، وشوط الرئيسي سجل مع هذا الشعار في هناك في المملكة العربية السعودية مع شعاره. ينطلق ضيف، تحرك الأدعم، الأدعم خطير، الأدعم اللي بالمركز الثاني، ينطلق حمد بن سالم الأفجح، وانطلق ضيف نحو خط النهاية. وسلام للمعراض، سلام سلام للمعراض، ضيف عبد الهادي بن راشد بن محمد العاوي يفوز بهذا الشوط الرئيسي الأول، يفوز مع ضيف. تهانينا والناموس. المركز الثاني الأدعم حمد بن سالم بن الأفجح المري. طحنون السبعة من الجانب الأيمن، السبعة مع محمد بن طحنون بن مهيرة المري، غيرت من الجانب الأيمن صالح بن حمد القمرة هنا مع الفائزة. وعلى المركز الرابع القدوم والوصول هنا من دمعة، جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري. يا سلام، صالح بن حمد بن قمرة بن طحنون بن جرحب، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة. يا سلام، الله، الفائزة 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 مع صالح بن حمد بن قمرة. يا سلام، السبعة عادت مرة أخرى، السبعة، ولكن الله، تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة على فوز الفائزة وتحقيقها بالمركز الأول. المركز الثاني اللحظات الأخيرة، الفوز سوف يتجه من هنا سوف يغادر. يا سلام، أشكرك يا ابن هدبان، المختبر صامد برلنت. مشاهدينا الأعزاء، في صباح هذا اليوم صباحك فل يا ابن هدبان، إلى ميدان الشهيد لضيوفنا الأعزاء بدولة الكويت. يفوز بن اهتبان، يفوز راشد بن اهتبان المري. تهارينا على فوز برلنت بهذا الناموس الصباحي، وقلنا مغامر ومكافح ومنطلق. تهارينا والناموس لراشد بن اهتبان. المركز الثاني الخطر، تنطلق شقرة مع المركز الثاني راشد بن حمد بن راشد الثيرة، شقرة وصايف شقرة، ثنائية، حوار ثنائي، مبارزة لانتزاع أول المراكز. الناموس حاير ما بين شقرة وما بين وصايف، تقدمت شقرة بهذه اللحظات وتواصلت وصايف مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة، الأمتار الحرجة، ثنائية، صراع، انتزاع لمن؟ الناموس وسلمان وصايف، شقرة وصايف شقرة، ولكن شقرة هي من تظهر بهذا الشوط. تهانينا والتبريكات لزبالي راشد بن حمد الزير المري على حصول شقرة على المركز الأول ثاني المراكز. وصايف لبيصر عزيز الحذاف 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 الحذاف، واللحظات الأخيرة واللحظات المثيرة. بن شريم قادم، بن شريم يرفع راية التهديد مع الكايد على المركز الثاني، وشعار بن شريم الخطير الشفاف على المركز الثالث. ولكن الحذاف من أسبق الثنايا القعدان في هذا اليوم. سلام
سلام يا الحذاف، سلام يا الحذاف، سلام، تهانينا لمالك الحذاف. يا سلام، عرض ممتاز، عرض رائع، تهانينا. والناموسي جابر بن عبد الله بن حنس المقاطع العتيبي، سلام يا العتيبي، سلام، سلام يا الحذاف، تهانينا. والناموسي المركز الثاني الكايد لمحمد بن طالب بن شريف. هذه الذيبة، هذه الذيبة، وخليك ذيبة. يا سلام، هذا شعار محمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت، وخلك ذيب يا بن بخيت. انطلق في هذه اللحظة، انطلق 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 إلى خط النهاية، وانطلقت الذيبة بقيادة الذيب محمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري. عاد إلى الموقع الأول، ولكن المركز الثاني قادمه الضيفة. وأهني مالك الذيبة محمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري، الذيب اللي قاد الذيبة إلى خط النهاية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، مع فوز الذيبة بالمركز الأول. المركز الثاني سمحة رياض بن ثامر السعدي. يا سلام، مياس 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 وقطر سات، قطر سات ومياس، مياس مع المركز الأول، قطر سات مع المركز الثاني. يا سلام، مياس 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 وقطر سات، قطر سات ومياس، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، مياس، قطر سات، قطر سات، مياس مياس مياس، قطر سات، قطر سات. الله الله الله، حذرتك يا بن فهيدا من قطر سات. يا سلام، هذا هو قطر سات. تهانينا للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري، التهنية موصولة لحمد بن عقيل المري، كما أهني والدهم العزيز. فاز الهاجري في هذا الصباح بشوطها التاسع، بشوط الثنايا، بيوم بمحليه التاسع بانطلاقته. يا سلام، هذه لحظات وصولها أمام المنصة الرئيسية، أمام التتويج الكبير، أمام هذا المحلي. 200 ومن هنا نقول لك أسعد الله صباحك بناموس، صباحك ناموس مستحق مع شعار العفريت. هذه وصلت، هذه وصلت، هذه أمام المنصة الرئيسية، وصلت بناموس كبير. خالد بن سالم بن فاهد الهاجري يستحق الناموس، والكل يستحق الناموس. الناموس يحتار ما بين الفائزة وما بين مذكورة، مذكورة والفائزة، الفائزة ومذكورة. الله، صراع وحوار ونزاع من قبل الفائزة ومن قبل مذكورة، ولكن مذكورة تسيطر على أول المراكز وتحكم القبضة على أول المراكز. مذكورة على الصدارة منذ الانطلاق، متحملة المسؤولية ومنطلقة بناموس هذا الشوط. سلام مذكورة، سلام، سلام وتحية واحترام لسالم بن محمد بن دوحة المري على حصول مذكورة على أول المراكز، وأيضا لحظة وصول خط النهاية مع تفوز الناموس على المراكز الفائزة لفهد بن سيف المسير الخير المركز الثالث الريم لجبر بن علي. على بنك الانتاج، هذا هو بنك الانتاج، بنك الانتاج حوران، حوران على المقدمة. سلام سلام لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، وأيضا أهني المضمر المبدع، المبدع الخبير اللي قاد حوران إلى خط النهاية. خل حوران يسبق، خل حوران يسبق، خل حوران يسبق، تكفى. الله الله الله، يستاهل حوران، يستاهل حوران. تهانينا لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، أهني المبدع حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراني المري الذي قاده إلى خط النهاية بحفظ الله، يهبط بسلام إلى خط النهاية. تهانينا والناموس. عهد
يا العنود، عنود المبارك بن محمد بن زايد الخيرين بتضمين عتيق بن قريح المري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه العنود ايها الاخوه، هذه العنود تصل بامان وسلام الى لائحه ال 300 متر الاخيره. اذا ايها الاخوه الافاضل، نهني ونتقدم بالتهنئه لمبارك بن محمد بن زايد الخيرين على فوز العنود وانطلاقتها وسرعة مميزة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، يتحطم التوقيت، يتحطم التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام في هذه المرحلة الثانية مع العنود، لحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني الفوز جحالي. يا سلام، وين ما يسكن حسن بن راشد الجفالي. النعيمي فاز، فاز في شوط الختام، فاز في شوط الختام، فاز بشوط الزمون، فاز بشوط السودانيات. هناك هناك في الختام ننتظر هذا الاسم، ننتظر هذا الاسم، ننتظر الشرس، الشرس ما شاء الله تبارك الله. هنا انطلق إلى الفوز، يختتمها الجفالي النعيمي بهذا الصباح، بهذا الصباح، بهذا اليوم، بهذا اليوم اللي يسجل اسمه مع أسماء الفائزين، مع أسماء الرابحين، مع أسماء المنتصرين، مع أسماء اللي فازوا بهذا.